بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم متابعينا الأعزاء مع موعد مباراة النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة. البداية بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو أول مرة تشرفني ياريت تعمل اشتراك في القناة وكمان تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يستضيف النادي الأهلي البنك الأهلي في أولى مباريات عودته للدوري المصري الممتاز، وهي المباراة المؤجلة من الأسبوع 25 من عمر الدوري. فاز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، وذلك بعد سحق كايزر تشيفز في النهائي بثلاثية نظيفة. أما في آخر مبارياته في الدوري المصري فاز على مصر المقصة بأربعة أهداف لهدف، أصبح رصيده 51 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن الزمالك المتصدر. بينما فريق البنك الأهلي صعد للدوري المصري الممتاز في هذا الموسم، وكعادة غالبية الفرق الصاعدة فالفريق قريب جدا من مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة فقط بفارق الأهداف عن نادي أسوان صاحب المركز السادس عشر. أما عن تشكيل الأهلي المتوقع إن شاء الله، فبعد سفر رباعي الأهلي إلى أولمبياد طوكيو وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، فمن المتوقع إن شاء الله أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى علي لطفي، قلب الدفاع بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، محمد هاني، في خط الوسط أليو ديانج، حمدي فتحي، في الخط الهجومي حسين الشحات، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، وفي الهجوم محمد شريف. أما عن موعد مباراة النادي الأهلي وفريق البنك الأهلي، فتقام المباراة اليوم الخميس 22/7/2021 على ملعب السلام، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفريق البنك الأهلي، فمباريات الدوري المصري الممتاز مذاعة حصريا على قنوات أون تايم سبورتس. في نهاية الفيديو بحب أبارك للناس اللي توقعت صح في مباراة الأهلي وكايزر تشيفز. كان صاحب أول توقع صح هو إياد اللي بينشر باسم راضي، وصاحب تاني توقع صح هو حمودي حمودي. أنت كمان إن شاء الله اسمك ممكن يظهر معنا في الفيديوهات القادمة. سيب توقعك لنتيجة المباراة في تعليقات الفيديو، وإن شاء الله صاحب التوقع الصح اسمه هيظهر معنا في الفيديوهات القادمة. أتمنى لكم إن شاء الله مشاهدة ممتعة. كان معكم محمد أحمد حنفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.